خفضت وكالة موديز لتصنيف الائتماني تقييم مجموعة فوكس فاجن الألمانية للسيارات بسبب اتساع نطاق فضيحة تلاعبها بقيم العوادم، حيث جاء إعلان موديز في عقاب إعلان فوكس فاجن عن اكتشاف تلاعب جديد في معدلات استهلاك الوقود وقيم ثاني أكسيد الكربون في عوادم نحو 800 ألف سيارة. وطلبت الحكومة الألمانية مجموعة فوكس فاجن بتقديم تفسير شامل حول اعترافاتها الجديدة بشأن التلاعب في نتائج اختبارات عوادم سياراتها.